معاكم أسامة جمال الدين. صباح الخير عليكم أولا، صباح الخير عليكم جميعا. أنا أسامة جمال الدين، سينيور ار ان دي انجينير في سك في ايتيدا. هنتكلم النهاردة على التكنولوجي رود مابينج. التكنولوجي رود مابينج ايه هي دورها في الحياة وايه علاقتها بينا؟ كل ده هنتكلم فيه as we go في الويبينار. يعني انا متاكد ان احنا معانا ناس من خلفيات مختلفه او من اسبيكتس مختلفه. كل واحد هيبتدي يحاول يشوف اذا كان هذا الكلام مابس للاورجانيزيشن اللي هو شغال فيها ولا لا، او يقدر يستفيد منه ولا لا. هو الغرض ان احنا بنحاول ننقل لكم التكنولوجي او بنقل لكم الحاجه اللي احنا بنعملها as we go علشان تشوفوا فايدتها عليكم انتوا كاورجانيزيشنز او كاس ام ايز تحديدا يعني. احنا السكادول بتاعنا النهارده كالاتي، او الاوتلاين بتاعنا كالاتي، ان احنا هيبقى فيه سمول انترودكشن، اوكي، هنتكلم على البروسيس بتاعت السي ار ام، اوكي، وهنراب اب المعلومات اللي احنا ايه اتكلمنا فيها او الحاجات اللي احنا بنقول عليها. طيب اول حاجه، ايه هي السيرفيسز اللي بتقدمها سك بالنسبه للتي ار ام؟ احنا بنقدم حاجه اسمها تي ار ام سبوت، وبنقدم حاجة اسمها تي ار ام كونسلتيشن. الاتنين دول سيرفيسز مختلفة، اوكي. التفصيل بتاعهم ان هما التي ار ام سبوت هو اختصار لسك براكتس اون تكنولوجي، اوكي. هو عبارة عن يوم واحد، اليوم ده بننفايت فيه شركات انها تيجي تحضر هذا اليوم بحيث انها تاخد زي حاجة زي هاندز اون تريننج او كراش كورس او كراش سيشن على التكنولوجي بتاعت التي ار ام دي. بيبقى فايدتها ايه؟ بيبقى فايدتها انها مدتها قليله، وبنقدر نعرف الناس بتيجي اون بريمسز عندنا في ايتيدا، وبنبتدي نقدر نشوف اذا كان هم يقدروا يشوفوا اذا كانوا هذا الكلام مناسب ليهم كاورجنايزيشن ولا لا بشكل تفصيلي. بيبقى فيه يوز كيسز، بيبقى فيه هاندز اون بالنسبه للتي ار ام تكنولوجي، وبيقدروا هم بعد كده يديسايدوا اذا كان هذا الشيء مناسب ليهم او تي ار ام تكنولوجي مناسبه للسكوب والفيجن بتاع شركتهم ولا لا. ويبتدي ان هو لو if he needs to proceed more بيبقى في تي ار ام كونسلتيشن اللي هي بتبقى 3 دايز كونسلتيشن بنفيزيت فيها الشركات، بنبتدي ان احنا نحاول نكوتش الاورجنايزيشنز اللي احنا بنعمل الكونسلتيشن معاها ازاي ابلاي تي ار ام بروسيس عندهم. بيبقى بنعتمد على الانترنال اورجانيزيشنز نو هاو، يعني النو هاو اللي موجود واللي بيلت في الشركه فعليا، هي دي الحاجه او هي دي البيز الاساسيه اللي بنبني عليها تي ار ام. يعني كل شركه بيبقى ليها نو هاو، النو هاو ده بيبلت مع الوقت، فبنقدر ان احنا عن طريق السنكرونايزيشن مع الناس وان احنا نجمع الناس مع بعض بنقدم لهم التول او الطريقه بتاعت التي ار ام علشان يقدروا يوصلوا للمعلومات دي بطريقه افكتيف وتبقى ويل ستراكتشرد ويقدروا يمشوا عليها كاستراتيجي ليهم بعد كده. A part of a consultation بيبقى عندنا حاجه اسمها STTS اللي هي اختصار لسك تي ار ام تول سيت. دي بنعمل لها ديليفري مع الكونسلتيشن للاورجنايزيشن اللي احنا بنعمل لها فيزيت. ده بيبقى الهدف منها انها تسهل على الناس الابلكيشن بتاعه التي ار ام بروسيس بعد ما نسيبهم، او بعد ما احنا بنروح نعلم الناس او نكوتش الناس التي ار ام بروسيس، وهم بعد كده بيعملوا ابلكيشن للبروسيس دي لوحدهم. بيبقى ما فيش نيد لان احنا نجوين معاهم بعد كده، بس بنقدم لهم تول. التول دي بتسهل وبتساعد الناس بعد كده على انها تابلاي البروسيس دي بطريقه افكتيف وبطريقه ستراكتشرد وبطريقه ان هم يرجعوا ليها بعد كده. ال تي ار ام بروسيس عشان تتابلاي احنا المينيمم ريكويرمنتس ان لازم الرولز دي تاتند الكونسلتيشن او تاتند السبوت. يعني واحد من الاسبيكتس دي تحضر السبوت، ده ريكومندد، او اي حد ممكن يحضر السبوت طبعا، بس واحد من الاسبيكتس دي هتبقى الموست افكتيف. اما بالنسبه للكونسلتيشن لازم يبقى فيه ثلاثه بارتيسيبنتس زائد فاسيليتيتور من الاسبيكتس دي. الاسبيكتس دي اللي هي ايه؟ اللي هي البيزنس ديفلوبمنت، تكنولوجي ليدرشيب، والمانجمنت، وحد يفاسيليتيت الميتنج ويبتدي يسجل الفايندنجز ويسجل الحاجات اللي بتتحط ويبتدي في الريليتد ورك اللي ليها علاقه بالتي ار ام. فاحنا بالنسبه لنا لو في كونسلتيشن لاي شركه في مجال التي ار ام او في الدومين بتاع التي ار ام هنبقى محتاجين من الناس البارتيسيبنتس اللي بالبروفايلز دي، بزنس ديفلوبمنت، تكنولوجي ليدرشيب، ومانجمنت، ومحتاجين فاسيليتيتور ممكن يبقى موجود او مش موجود في الكونسلتيشن فيزيت بتاعتنا الفاسيليتيتور،
بس on the go عشان البروسيس دي تتابلاي بعد كده effectively لازم يبقى في شخص facilitator موجود في الميتينجز او في التي ار ام ابلكيشن في المرات اللي بعد. طيب ايه هي تي ار ام بقى؟ يعني احنا عمالين نتكلم على مقدمات، هنتكلم على تي ار ام نفسها. التي ار ام هي طريقه بنديفلوب بيها استراتيجي للشركه ازاي انها تنظم تعلم التكنولوجيز الجديده في هذه الشركه. يعني احنا as we go بنلاقي نفسنا ان احنا involved في مشاريع كتير، ولما بنخش في زحمة المشاريع وفي زحمة الحياة بنبتدي ننسى ان احنا مثلا ان احنا محتاجين نتعلم تكنولوجيز جديدة علشان نستخدمها في شغلنا. فالتي ار ام بتابلاي بروسس عشان تطلع باستراتيجي في الاخر، الاستراتيجي دي اللي هي تي ار ام بلان، علشان توصل لان ايه التكنولوجيز اللي الشركة دي او الاورجانيزيشن دي محتاجة تتعلمها، بحيث ان احنا نبقى عارفين ahead of time، يعني احنا عارفين السنة الجاية احنا المفروض نتعلم ايه، علشان في projects مثلا هتظهر لنا السنة الجاية احنا عارفينها، او في projects احنا بنتارجت ان احنا نخش فيها، او في new technology trends تبع الدومين بتاعنا we will miss it لو ما تعلمناش التكنولوجيز دي. فهي TRM هي طريقة لان انا بعمل strategy للorganization بتاعي ازاي اتعلم النيو تكنولوجيز في وقت ممكن يكون مفيد ليا وهيساعدني قدام في التايم تو ماركت، وهيساعدني في ان انا اقدر اخش في نيو دومينز او ابقى ايرلي انترنت لاي دومين واكون محضر له قبليها بفتره مناسبه. ده طبعا بيزود ريتيرن اون انفستمنت وبيزود الايه الفرص اللي ممكن الهيئه او الاورجانيزيشن دي تخش فيه. تمام. الميزه في التي ار ام بروسيس ان يو دونت نيد ا كونسلتنت ان هو يطلع لك المعلومه، احنا بنديك بروسيس، البروسيس دي انت بتتعلمها وبتبتدي تابلايها في بتعمل لها ابلكيشن عندك في الاورجانيزيشن بتاعتك عشان تكابيتالايز على المعلومات اللي موجوده عندك اوريدي. فانت ساعتها انت لما بتتعلم هذه الطريقه بيبقى بتحافظ على النو هاو بتاعك او بتحافظ على الاستراتيجي بتاعك عن طريق ان انت مجرد بتهارمونايز او بتسينكرونايز اكروس ديفرنت اسبيكتس موجوده عندك في الشركه بتاعتك علشان تطلع منها المعلومات دي. في الاول احنا دورنا بيبقى زي نوع من انواع ان احنا بنعلم التي ار ام بروسيس، والناس هي بعد كده اللي بتطبقها بنفسها. فده بيضمن ان المعلومات او الاستراتيجي بتاعت التي ار ام هي استراتيجي سيلف كونتيند بتطلع منكم كشركات وبتتحط منكم وبتتنفذ منكم. هو ده اللي احنا عايزين دايما نوصل له في ايه في اخر التي ار ام كونسلتيشن. تمام. مفيش external entities هتبقى involved لما تأبلايو لما تعملوا application للتي ار ام process لوحدكم، ودي ميزة كبيرة الناس بتشوفها حاجة كويسة ان انا ابقى الحاجة عندي self contained، انا اللي متحكم في process وانا اللي متحكم في كل حاجة. طيب ليه بنستخدم التكنولوجي رود مابينج؟ هي طريقة systematic وsustainable. sustainable بمعنى انها قابلة للتطبيق لوحدها بعد كده on the go، الorganization محتاجة ممكن تطبقها لوحدها مش محتاجة اي consultants ولا اي حاجة ان هم يطبقوها معاها كل فترة. احنا الشركة المشتركة بتبتدي تتعلم البروسيس وهي بتعملها application لوحدها، فده بيخليها sustainable ان انت مش محتاج اي حد ان هو يعمل لك حاجة بعد كده عشان تابلاي هذه البروسيس. اوكي. هي lightweight، هي المجهود المبذول فيها مجهود مش كبير كبروسيس، يعني ممكن حوالي مثلا يومين او حاجة، يومين شغل طبعا بعد ما الشخص يبقى عارف ازاي يعمل تي ار ام ابلكيشن، ممكن يومين شغل يطلعوا تي ار ام تكنولوجي رود ماب كامله وواضحه للاورجانيزيشن اللي هم فيها. فهم ممكن يومين بزنس دايز لو الناس اللي هي من البيزنس ديفلوبمنت ومن المانجمنت والتكنيكال اجتمعوا مع بعض يقدروا بعد كده هم يطلعوا تكنولوجي رود ماب في يومين عمل تقريبا، وممكن اقل من كده على حسب الماتوريتي ودرجة المعلومات اللي موجودة اكروس الفانكشنال يونتس اللي موجودة في الاورجانيزيشن. لما بنعمل تي ار ام بنبقى عارفين شوية، بنحاول نحلل ايه الداينامكس بتاعت الشركة، الداينامكس بتاعت الشركة اللي هو احنا فين دلوقتي كشركة من الماركت ومن الترندز. تمام. واحنا عايزين نروح فين للماركت، انهي ماركتس عايزين نخشها، وايه الترندز اللي رايحة في اتجاهها السوق. تمام. فاحنا بنبتدي نبقى عارفين ايه هي الـ present state والـ future directions بتاعت الشركة. مين طبعا اللي هيحدد الكلام ده كله، ومين اللي هي analyze، ومين اللي هيطلع المعلومات؟ حضراتكم يعني الـ organizations المشاركة.
هي اللي هتبتدي تانالايز، تقول انا عارفه مثلا ان الماركت ماشي في اتجاه اندرويد ديفلوبمنت، واحنا ناس شغالين في الموبايل ابلكيشنز، بس لحد دلوقتي ما قدرناش نخش او ما فيش حد عندنا يعرف اندرويد، يبقى وي نيد تو ليرن اندرويد تو بنتريت الماركت، او ان احنا نخش في الماركت كمان سنه او اكس من السنين عشان حاجه معينه. احنا بس مجرد بنحاول نانلايز المعلومات اللي اوريدي اكزيستنج في الاورجانيزيشن اللي هي يطلق عليها نو هاو اللي موجود. اوكي طيب، الاسئله اللي احنا هنجاوب عليها لما نعمل تكنولوجي رود مابنج هي الاسئله الاتيه: احنا عايزين نروح فين، احنا فين دلوقتي، ازاي نوصل، نوصل ازاي، يعني ايه الطريقه اللي عايزين نوصل بيها وازاي نوصل، وايه اللي هنعمله عشان نوصل، وامتى نعمله، باي وقت قد ايه، باي ديدلاين قد ايه. هي دي الاسئله المين او الاسئله اللي احنا بنحاول نجاوب عليها لما نعمل تكنولوجي رود ماب. احنا دايما بنحاول نفكر لما نعمل تكنولوجي رود مابنج في اربع حاجات. الاربع حاجات دول هم الاركان الاساسيه للديفلوبمنت او الاركان الاساسيه لاي برودكت في شركه، هو الماركت عايز ايه، والبرودكت هنعمل فيه ايه عشان يكونفورم للماركت عايزه، والتكنولوجي اللي هنتعلمها علشان نعمل الحته او الجزء اللي في البرودكت اللي الماركت عايزه، وازاي نبلان التعلم بتاع النيو تكنولوجي اللي هنعمل بيها نيو برودكت اللي الماركت عايزه. هي دي السلسله اللي احنا بنحاول نمشي فيها. اوكي، كل ما زادت النوليدج اللي موجود within الاورجانيزيشن، يعني المعلومات اللي موجوده، وكل ما زادت حجم، زي ما نقول هو درجه ماتوريتي او ماتوريتي ليفل الى حد ما، كل ما زادت الماتوريتي ودرجه المعلومات اللي موجوده عند الاورجانيزيشن، كل ما كان الكواليتي بتاعه التي ار ام اللي طالعه اكتر واحسن واجمل. فاحنا بالنسبه لنا لو ناس مثلا ما عندهمش بزنس ديفلوبمنت، او they are not ready to invest في موضوع البيزنس ديفلوبمنت، او ما فيش ناس عندهم شغاله بزنس، فاذا we cannot know الماركت عايز ايه، يبقى ساعتها we cannot apply the TRM process، لان في ركن اساسي من اركان التي ار ام مفقود. وهكذا بالنسبه للمانجمنت او بالنسبه للتكنيكال بيرسونز. هي دي الاسئله اللي احنا بنحاول نجاوب عليها. كل سؤال بيماب لورك شوب او سيشن من السيشنز بتاعت التكنولوجي رود مابنج، اللي هي why what how وايه اللي هعمله كبلان. الرود ماب الجينيريك رود ماب او الرود ماب اللي طالعه في الاخر او الاوتبوت رود ماب بيبقى شكلها كالاتي: بيبقى حاجه زي الماركت عايز ايه، وايه البرودكت او ايه الريفلكشن بتاع الماركت نيدز على البرودكت بتاعي، يعني انا هعمل ايه في البرودكت بتاعي عشان اكومبلاي للماركت نيد ده، وايه التكنولوجي اللي انا هتعلمها عشان اعمل البرودكت اللي الماركت عايزه. هي بتبقى على تايملي مانر او بتبقى على سيكونس مانر، يعني هقول ان انا هتعلم ده او التكنولوجي دي within مثلا 3 شهور او 6 شهور علشان اعمل الجزئيه في البرودكت، الجزئيه دي في البرودكت اللي الماركت عايز منها النيد الفلاني او نيد الحاجه دي. فانا بالنسبه لي هي بتبقى سيكونس من التكنولوجيز المفروض على الاورجانيزيشن تتعلمها، ويبقى كل ده البروسيس دي كلها از دريفن باي ماركت نيدز. هي الجمال البروسيس ان انت بتشوف النيد ايه، وبتشوف العلاقه ما بين النيد، ما بين هذا النيد واللي البرودكت بتاعك بيقدمه، عشان تشوف انت فين من هذا النيد، انت بعيد قد ايه او انت قريب قد ايه من هذا النيد، وتبتدي تشوف بعد كده ايه التكنولوجيز اللي انا محتاج اتعلمها عشان ابلاي الحاجه اللي البرودكت عايزها عشان الماركت النيد اللي انا كنت وصلت له، او ان انا وصلت ان هو موجود كماركت نيد. فهو ده جمال الموضوع، ان هو سيستماتيك ابروتش، ان احنا بنوصل من النيدز لحد التكنولوجي اللي المفروض ايه نتعلمها، وبنعمل بلان في الاخر لتعلم هذه التكنولوجي. طبعا if we're doing this يبقى we are conforming to market needs، بنحقق customer satisfaction اكتر، بنبقى جاهزين لما نخش في اي سوق او اي emerging technology بنبقى جاهزين ليها قبل ما تبقى booming. ممكن نخش في ميعاد معين، الميعاد ده نكون جاهزين ليه قبل
ونكون احنا من الايرلي انترنس في الماركت، فنقدر ان احنا نخش ونكمبيت بهذه التكنولوجي او بهذه الايه البرودكت اللي بنقدمه لهذا الماركت. فهي بلان واضحه وصريحه وسيستماتيك، لما هنابلايها هنوصل لكونكلوجن اكثر من رائع. طيب التي ار ام بروسيس بتتكون من 4 ورك شوبس، واحده اللي هي ماركت ورك شوب، برودكت ورك شوب، والتكنولوجي ورك شوب، والشارتنج ورك شوب. الماركت ورك شوب من اسمها هي الورك شوب اللي معنيه بايدنتيفاينج النيدز بتاعه الكاستمرز بتوعي او بتاع الانفايرمنت اللي حواليا، ان انا اشوف الماركت عايز ايه. اوكي بنانلايز الماركت نيدز وبنشوف الماركت نيدز، وطبعا لازم شخص يبقى بزنس ديفلوبمنت يساعدنا جدا في هذا الموضوع او في البارتيسيبيت اورجانيزيشن، ان هو يساعدنا يقول لنا الكاستمرز بتوع الاورجانيزيشن دي عايزين ايه، محتاجين ايه مننا كاورجانيزيشن شغاله في هذا الدومين. الانبوت بتاع الماركت وركشوب بنستخدمه كانبوت اساسي للبرودكت وركشوب، اللي هو بنبتدي نشوف البرودكت بتاعنا فيه فيتشرز ايه وفي خصائص ايه، بحيث ان احنا نشوف ايه الفيتشرز اللي حاولنا اللي لو حاولنا نحسنها او نقادها للبرودكت بتاعنا هتبتدي تحقق النيدز اللي الماركت محتاجها. طيب البرودكت وركشوب الاوتبوت بتاعها هيخش كانبوت اساسي للتكنولوجي وركشوب، اللي هي بنعرف فيها ايه هي التكنولوجيز اللي محتاجين نتعلمها علشان نحقق او يعني نعمل او نزود او نموديفاي البرودكت فيتشرز بتاعتنا عشان نحقق الماركت نيد. وفي الاخر الشارتنج ورك شوب اللي هي بتاخد هذا الكلام كله في تايملي مانر، ان احنا نحط على تايم سكيل التكنولوجيز دي هنتعلمها امتى، بحيث ان احنا ممكن نعمل بلان من 2 لـ3 للاورجانيزيشن دي، بحيث انها تبقى عارفه على سكيل 2 لـ3 هي هتتعلم ايه في 2 لـ3 جايين. فيبتدي مش الناس مش هتتعلم الحاجه بطريقه ايه ده احنا عندنا بروجكت جديد ظهر فجاه from the middle of nowhere فهنتعلم له تكنولوجي، لا احنا هنبقى جاهزين ببلان، والبلان دي is ready for the organization as it goes، ان احنا هنبقى عارفين دايما ان الناس محتاجه تتعلم ايه بحيث ان احنا نبقى جاهزين في الوقت المناسب. طيب الماركت اول حاجه اول ورك شوب عندنا هي الماركت ورك شوب. الماركت ورك شوب هي هدفها الاساسي حاجتين، ان احنا بنايدنتيفاي حاجه اسمها البرودكت بيرفورمانس دايمنشنز، وبن ايدنتيفاي الماركت والبزنس درايفرز. برودكت بيرفورمانس دايمنشنز اللي هي البي بي ديز والماركت اند بزنس درايفرز. ايه هما البرودكت بيرفورمانس دايمنشنز؟ البرودكت بيرفورمانس دايمنشنز باختصار شديد هما الحاجات اللي في الانفايرمنت بتاع البرودكت بتاعي. يعني ايه في الانفايرمنت بتاع البرودكت بتاعي؟ يعني البرودكت بتاعي الخصائص الاساسيه بتاعته ايه؟ هل هو بيحقق مثلا، هل هو فيه سكيورتي ولا لا؟ هل هو فيه يوزر انترفيس ولا لا؟ هل هو مثلا نتوركينج بروجرام ولا لا؟ هل بيتعامل مع داتا بيز ولا لا؟ اللي هو بنبتدي نتكلم في الدايمنشنز والسبيسيفيكيشنز اللي البرودكت بتاعي شغال فيها، علشان نبقى دي مجرد حاجه زي برين ستورمينج سيشن، ان احنا نعرف الماركت عايز ايه، او نعرف احنا بنعمل ايه للماركت تحديدا. يعني احنا بنقدم له سوليوشن في سيكيورتي، في داتابيز، في نتوركينج. هي دي الحاجه اللي احنا بنحاول نعرفها من ان احنا بنعمل برين ستورمينج للبرودكت بيرفورمانس دايمنشنز، وهي بتساعدنا في ان احنا نايدنتيفاي بعد كده الماركت والانترنال درايفرز. الماركت والبزنس درايفرز او الماركت والانترنال درايفرز هي الحاجات اللي احنا ده المين اوتبوت من هذه الوركشوب، ان احنا بنشوف فعليا من البرودكت بيرفورمانس دايمنشنز هو السوق عايز مننا ايه. يعني السوق عايز مننا سرعه، السوق عايز مننا روبستنس، السوق عايز مننا كونسيستنسي، السوق عايز مننا ايه بالظبط، ايه تحديدا الحاجه اللي السوق عايزها مننا. لان انا لو ما عرفتش السوق عايز مني ايه مش هقدر اكونفورم للي السوق عايزه. فانا بالنسبه لي ببتدي اوصل لمرحله ان انا اطلع الماركت والبزنس درايفرز، اللي هي الماركت درايفرز اللي هي السوق عايز مني ايه، والبزنس درايفرز اللي هو انا انترنالي عايز ايه. الماركت درايفرز فهمناها اللي هو ماذا يريد السوق من البرودكت بتاعي،
عشان الاورجانيزيشن بتاعتي تحاول انها تفولفيل هذا النيد. البيزنس درايفرز اللي هي الانترنال نيدز بتاعت الاورجانيزيشن، يعني الناس في الاورجانيزيشن محتاجين ايه. الناس مثلا في الاورجانيزيشن عندهم lack of motivation فعايزين نحسن الموتيفيشن بتاعت الناس. الناس في الاورجانيزيشن عندهم عندهم تيرن اوفر عالي فعايزين نحاول نحسن التيرن اوفر بتاع الناس، يعني نقلل التيرن اوفر بتاع الناس. فهي الماركت درايفرز اللي هي الدرايفرز اللي السوق عايزها مني، البيزنس درايفرز هو الدرايفرز اللي انا انترنالي عايزها كايه كاورجانيزيشن. بعد اما بنحدد الماركت والبيزنس درايفرز بنبتدي نحددهم نلستهم، يعني نحددهم قدامنا لان هم دول هيبقوا الانبوت الاساسي للبرودكت ورك شوب. وبنسبيسيفاي الماركت سيجمنتس، انا ممكن يبقى عندي درايفرز لسيجمنتس مختلفه، يعني انا مثلا ممكن يبقى شغال مثلا مع البانكينج سيكتور ومع الهيلث سيكتور، اشغال بنفس الابلكيشن او بسوليوشن مثلا كومن سوليوشن للتو سيجمنتس، بس انا عندي مثلا درايفرز للسيجمنت الاولاني مختلفه عن درايفرز للسيجمنت الثاني. اوكي، فانا بحدد البيزنس درايفرز واللي هي الماركت درايفرز والانترنال درايفرز، وبحدد الماركت سيجمنتس اللي البرودكت بتاعي بيأثر فيه، وببتدي ادي برايوريتي لكل درايفر تو اسكيل اوف 10. يعني بحاول ان انا ناخد راي الناس اللي قاعده، او بنعمل حاجه زي ان احنا بنعمل زي استبيان او حاجه ما بين الناس وبعضها علشان نعرف ايه اهم درايفرز دي بالنسبه للبرودكت اللي انا اخترته. فبنقعد مع بعض كل واحد بيقول رايه، او كل واحد بيشوف بيقول رؤيته في البرايوريتي بتاعت الماركت والبيزنس درايفرز اللي حطيناها او اللي عملنا لها ليستنج مع بعض. الدرايفرز دي بتاكت از ذا مين انبوت، الدرايفرز بالبرايوريتي بتاعتها بتاكت از ذا مين انبوت فور البرودكت ورك شوب اللي بعديها، وهي دي اللي اساسا بنعتمد عليها بعد كده علشان نكمل اللينك بتاعتنا من اول الماركت لحد التكنولوجي اللي هنتعلم. ده الاس تي تي اس تول او الاس تي تي اس تول سيت اللي احنا عاملينها، ده سامبل منها اللي هو البيزنس درايفرز مكتوبه. اوكي، البيزنس درايفرز اللي مكتوبه فوق، اوكي، والماركت درايفرز اللي مكتوبه تحت. البيزنس درايفرز هنلاقي ان احنا في الاكزامبل اللي موجود ده ان احنا كان عندنا مثلا 3 بارتيسيبنتس زي ما قلنا، واحد من البيزنس، واحد من التكنيكال، واحد من المانجمنت. هنفترض ان هم احمد وجورج وايناس، هم دخلوا الانبوت بتاعهم اللي هو احمد شايف ان البريوريتي مثلا بتاعه الريوزابيليتي 1، جورج شايفها 2، ايناس شايفها 2. كل واحد بيقول لكل درايفر من دول هو ايه البريوريتي بتاعته. بعد كده بناخد النورمالايزد بريوريتيز بتاعت كل الناس، ونبتدي نحدد فعليا ايه من هذه الدرايفرز هي اهم بالنسبه لي. فكده احنا بقينا عارفين ان بالنسبه لشركه ميجا سوفت اللي قدامنا مثلا كاكزامبل، ان اهم حاجه في الانترنال درايفرز او البيزنس درايفرز هي امبروفينج البوتوم لاين. في ناس بتقول انها مش سامعه، حد سامع يا جماعه؟ كلنا سامعين؟ اوكي، طيب دلوقتي الناس سامعه تاني. اوكي، فاحنا بنوصل لمرحله ان احنا قدرنا نعرف مثلا في البيزنس درايفرز او الانترنال درايفرز، هو ان اهم حاجه بالنسبه لميجا سوفت انترنالي هو امبروفينج البوتوم لاين، عشان كده هي واخده برايورتي 10. اوكي، في حين ان اقل حاجه اهميه هي الريوزابيليتي. اوكي، لانها واخده برايورتي 6. تمام، بالنسبه للماركت درايفرز، اوكي، احنا بالنسبه للاكزامبل اللي عندنا السوق عايز مننا ايه، ان الماركت شايف ان اهم حاجه، او الماركت او احنا راينا ان الماركت اهم حاجه عنده هو الانتجريتي بتاعت الترايل بتاعتي، واقل حاجه اهميه عندي هي ايه، هي الليدنج ايدج او الايز اوف يوز. فانا بهنا بالانبوت بتاعت الناس
البروفيشنال اللي عارفه الماركت، اللي هو الناس اللي شغاله في الماركتنج او في البيزنس، الكلام ده هيبقى ليه معنى، ميك سنس. بدون حضور هذا الشخص في هذه السيشن، الانبوتس دي هتبقى اراء شخصيه وممكن تكون بعدها عن الواقع اقرب من قربها من الواقع. طيب احنا دلوقتي بقى عندنا درايفرز الانترنال والاكسترنال ببرايوريتيز، هي دي اللي هتخش كانبوت للورك شوب اللي بعديه. البرودكت ورك شوب هدفنا في الاخر ان احنا بنبتدي ان احنا نايدنتيفاي حاجه اسمها البرودكت فيتشر كونسبت، اللي هو البرودكت بتاعي بيتكون من ايه، يعني ايه الفيتشرز بتاعت البرودكت بتاعي. اي حد بيعمل برودكت بيبقى البرودكت بتاعه متقسم لجروب اوف فيتشرز، فيتشر بتكونكت على النتورك، فيتشر بتسيف في داتابيز، بتريد فروم داتابيز، فيتشر بتوري اليوزر حاجات على الانترفيس، يوزر انترفيس. كل فيتشر ليه، كل برودكت ليه فيتشر كونسبتس او ليه مجموعه فيتشرز بتكونه. فاحنا في البرودكت وركشوب الهدف الاساسي ان احنا ايدنتيفاي البرودكت فيتشرز اللي موجود عندنا في البرودكت بتاعنا، ونعمل حاجه اللي هي بنشوف تاثير الانهانسمنت او الاضافه بتاعه كل برودكت فيتشر هتأثر ازاي على كل ماركت او انترنال درايفر عند، وهي دي اللي اسمها البرودكت فيتشر امباكت جريد. يعني احنا الهدف من البرودكت وركشوب ان احنا نقعد مع بعض نايدنتيفاي البرودكت فيتشر كونسبت او البرودكت فيتشرز بتاعت البرودكت بتاعي، ونشوف كل فيتشر لو حسنا فيها قد ايه، او لو حسنا فيها ايه هنساتسفاي النيد بتاع الكاستمر، او لو ضفناها هنساتسفاي نيد بتاع الكاستمر. طيب مين الشخص المهم جدا في البرودكت وركشوب؟ الشخص المهم جدا في البرودكت وركشوب طبعا هيبقى الشخص اللي هو التكنيكال مانجمنت او التكنيكال جاي، ده اللي هو الريكويرمنت رقم 2 في البارتيسيبنتس بتوعي. طيب انا عندي ببتدي ان انا ببص للبرودكت بيرفورمانس دايمنشنز اللي انا عملتها قبل كده، اللي انا كنت عملتها برودكت، كنت عملت لها برين ستورمنج قبل كده لما قعدنا نتناقش فيها مع بعض في السيشن اللي قبل كده، لانها بتاكت كانبوت ليا برضو في ان انا اعرف البرودكت فيتشر كونسبتس. يعني لما انا اعرف ان الدومين اللي انا شغال فيه مثلا في الداتابيز او في النتوركينج، هقدر اعرف او هقدر ان انا استخلص الفيتشرز اللي عندي اللي موجود عندي، يعني هتساعد. هو المفروض التكنيكال ليدرشيب تبقى عارفه الفيتشرز بالظبط، بس لو العمليه مثلا ملخبطه شويه او لو التقسيمه مش واضحه قوي، بنبتدي ان احنا نحاول ان احنا نستخدم البرودكت بيرفورمانس دايمنشنز اللي انا طلعناها قبل كده على ان احنا نسيجمنت البرودكت بتاعنا لشويه فيتشرز اساسيه او البيلدينج بلوكس اللي هي بتشكل هذا البرودكت. تمام. بعد كده بعد ما بنبقى عندنا البرودكت فيتشرز او البيلدينج بلوكس بتاعه البرودكت بتاعنا، بنبتدي نحاول نشوف الامباكت بتاع كل فيتشر على كل نيد او على كل بزنس درايفر او اكسترنال درايفر. طب يعني احنا بنعمل ايه؟ يعني احنا بنشوف لو حسنا ايه في البرودكت فيتشر واحد مثلا هي اثر قد ايه في النيد رقم 2 او النيد رقم 3 او النيد رقم 4 على حسب الايه النيدز. علشان كده احنا مسمينه امباكت جريد. امباكت جريد ده بنعمل فيه ايه؟ بنليست البرودكت فيتشرز فيرسز الماركت درايفرز والانترنال درايفرز، البيزنس درايفرز والانترنال درايفرز، علشان نبتدي نشوف تاثير كل برودكت فيتشر عندنا على كل نيد سواء اكسترنال او انترنال. شكل الامباكت جريد عندنا بيبقى عامل كده في الاس تي اس. الاس تي اس عندنا لو بصينا ان احنا عندنا في الفيرتيكال اكسس هنلاقي في حاجه اسمها اسيت فيتشر كونسبتس، او دي اللي هي البرودكت فيتشرز بتاعتي. هنلاقي عندنا سكيورتي وفاليديتد سوفت وير وكومبلاينس وسيرفيسز وداتا مانجمنت وبرينتنج ويوزر فريندلينس، الكلام ده كله اللي هي الايه الاسيت فيتشر كونسبتس اللي هي بتكون الايه البرودكت بتاعي. على الهوريزونتال اكسس في الاول هنلاقي اللي هي الاكسترنال درايفرز اللي هي الماركت درايفرز تحديدا، اللي هنلاقي التايم تو ماركت والانتجريتي والكوست، دي اللي هي طالعه منين؟ طالعه من السيشن اللي قبليها اللي هي من الماركت وركشوب في الاول. اوكي. وبعد كده بعديها هنلاقي الايه
اللي هي الانترنال درايفرز ليستد بعديها برضو. اوكي بالنسبه للاكسترنال درايفرز، بالنسبه للاكسترنال درايفرز هنلاقي ان الانبوتس او الارقام اللي طالعه من السيشن اللي قبليها كانت ارقام مختلفه بالنسبه لكل سيجمنت، فهنلاقي عندنا السيجمنتس برضو ليستد فوق مع الماركت ايه درايفرز اللي هي الميجر فارماسيوتيكالز والكلينيكال ريسيرش اورجانيزيشنز. لكن الانترنال درايفرز هي درايفرز لايه للشركه، فهي مفيش ديفرنت ايه سيجمنتس. لكن بالنسبه للاكسترنال سيجمنتس هم مختلفين عشان ايه، عشان هي حاجه ليها علاقه بالماركت، لكن الانترنال سيجمنتس ملهاش علاقه بالماركت، فهي حاجه واحده او ارقام واحده كونسيستنت مع بعض. كل شخص بيدخل الانبوت بتاعه في التاثير بتاع هذه الفيتشر على هذه النيد، وبنبتدي ناخد افريج من الناس مع احترام راي الشخص التكنيكال اللي قاعد، يعني الشخص التكنيكال بيبقى هو اللي ليه غالبا السيل النهائيه، بس بنحاول ان هو يفهمهم وجهه نظره ان شايف ان هذه الفيتشر هتاثر على النيد بطريقه معينه، وبيبتدي يحصل خلافات شويه خناقات مع بعض، الناس بتتخانق مع بعض، الشخص بتاع البيزنس والشخص بتاع التكنيكال يبقى رايهم ايه بالنسبه لموضوع تاثير هذه الفيتشر على النيد، لحد ما بنوصل لكومن اندرستاندينج مع بعض او بنوصل لارقام قريبه من بعض، بحيث ان احنا نبقى كلنا فاهمين احنا حاطين الارقام دي ليه، بحيث ان الارقام دي في الاخر تبقى لوجيكال. يعني الموضوع مش مجرد ان الناس بتحط ارائها وبناخد افريج، لا احنا بنحاول نتناقش وناناليز بحيث ان الناس تبقى واصله لنفس الكونكلوجن والناس كلها بتبقى على كومن جراوند. طيب الاوتبوت بتاع البرودكت، الاوتبوت بتاع البرودكت اللي عندي بتاع البرودكت وركشوب بيخش كمان انبوت للتكنولوجي وركشوب. احنا عارفين دلوقتي اهميه او ايه البرودكت فيتشرز اللي هتاثر على انهي نيدز، وعارفين كمان الموضوع ببريوريتيز. يعني احنا لو بصينا للاكزامبل اللي هو درايفرز فيرسس فيتشرز، ده اللي هو في الاس تي تي اس، هنلاقي في الاخر ان في برايوريتيز موجوده. البرايوريتيز اللي موجوده دي بتبقى هي دي البرايوريتيز بتاعت الايه، بتاعت البرودكت فيتشرز. الارقام اللي طالعه دي فانكشن في الامبورتنس بتاع الدرايفر وفانكشن في الاراء بتاعت الناس في السيشن. فالارقام اللي طالعه في الاخر اللي هي النورمالايزد سامز دي هي دي البرايوريتيز الحقيقيه بتاعه البرودكت فيتشرز بتاعتي. يعني انا بالنسبه لي هنا اهم برودكت فيتشر الكاستمر عايزها بالنسبه لسيجمنت نمبر 1 هي ايه، هي البرينتنج. اوكي بالنسبه لسيجمنت رقم 2 برضو هي البرينتنج، بالنسبه لي انا انترنالي مش البرينتنج، هي الحاجه اللي واخده رقم 10 هنا اللي هي معلش حاضر اللي هي هنلاقيها الفلكسبل امبلمنتيشن. فانا بطلع من الوركشوب بتاعه البرودكت عندي الأهمية النسبية بتاعت كل product feature وطبقها، ايه أهميتها بالنسبة للneed بتاع ايه كل customer segment وبالنسبة لي internally أنا كorganization. الأرقام اللي طالعة دي اللي هي priorities اللي طالعة دي هي اللي هتخش كinput للايه للworkshop اللي بعديها اللي هي بتسمى ال technology workshop. اوكي في التكنولوجي وركشوب بنبتدي نقعد مع بعض، وطبعا برضو بنحاول نشوف ايه التكنولوجيز اللي المفروض نحاول نتعلمها علشان نابلاي او نحسن او نطور او نقاد البرودكت فيتشرز اللي هتساتسفاي نيد بتاع الكاستمر. وزي الوركشوب اللي فاتت هناخد الانبوت البريوريتيز اللي طالعه من البرودكت وركشوب كانبوت للتكنولوجي وركشوب، ونقعد مع بعض ناسس علشان نعمل التكنولوجي امباكت جريد. فانا الخطوه الاولانيه في التكنولوجي وركشوب ان احنا بنقعد مع بعض نشوف ايه التكنولوجيز المناسبه او ايه التكنولوجيز اللي محتاجين نتعلمها علشان نساتسفاي البرودكت فيتشرز دي او علشان نابلاي البرودكت فيتشرز دي، وبنبتدي ان احنا نبرين ستور مع بعض عشان نوصل للرينج اوف تكنولوجي او السيت اوف تكنولوجيز اللي المفروض نتعلم. بعد كده بنقعد مع بعض كل واحد بيقعد يقول رايه في التكنولوجي دي هتاثر على انهي برودكت فيتشرز او ايه تاثيرها على كل برودكت فيتشر،
بحيث ان احنا بعد كده نقدر نعرف تاثير كل تكنولوجيا على البرودكت فيتشرز كلها، بحيث ان احنا في الاخر نطلع ببرايورتي لانهي تكنولوجي اريا هي اهم تكنولوجي اريا بالنسبه لهذه الاورجانيزيشن. ده اللي هو الانبوت بتاعي اللي جاي من الورك شوب اللي فاتت اللي هي من البرودكت ورك شوب. عندي ال 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 دي اللي هي البرودكت فيتشرز هوريزونتالي موجوده بالنسبه لكل تارجت سيجمنت او بالنسبه لكل كاستمر سيجمنت، اوكي، وبالنسبه لي انترنالي انا كاورجانيزيشن. البريوريتيز جايه من السيشن اللي فاتت او من البرودكت ورك شوب. الارقام دي احنا عارفين دلوقتي ان دي اهميه الفيتشرز بالنسبه للكاستمر او اهميه الفيتشرز بالنسبه للنيدز بتاعت الكاستمرز، ودي حاجه عندنا فيها ليفل اوف كونفيدنس لان احنا وصلنا لكومن جراوند او كومن اندرستاندينج، وبنبتدي ان احنا نشوف اهميه كل تكنولوجي اريا من التكنولوجي ارياز اللي احنا طلعناهم على لو يعني لو اتعلمنا التكنولوجي ارياز اللي في اللي في الفيرتيكال اكسس دي هتاثر ازاي على البرودكت فيتشرز اللي موجود. يعني انا لو اتعلمت هنا مثلا مثال، انا لو اتعلمت سيستم اركتكتشر هتاثر ناس رايها انها هتاثر باثنين على السكيورتي، هتاثر بواحد على فاليديتد سوفت وير، هتاثر باثنين على الكومبلاينس، هتاثر بزيرو على سيرفيسز. بنبتدي ان احنا ناخد تاثير كل تكنولوجي اريا على البرودكت فيتشرز دي كلها، ويبقى لكل ايه تكنولوجي اريا ايه برايورتي معينه. يبقى البرايورتي اللي طالعه دي هي برايورتي في اهميه البرودكت فيتشر، يعني تكنولوجي اريا اهميه تكنولوجي اريا بالنسبه للبرودكت فيتشر بالنسبه للكاستمر. يبقى الرقم اللي طالع في الاخر ده في الاخر بيبين لي اهميه التكنولوجي اريا دي في التعلم. يعني اعلى رقم بالنسبه لكل سيجمنت هو الرقم اللي بيدل على البرايوريتي بتاع تعلم هذه التكنولوجيا دي. يبقى اعرف من الارقام اللي طالعه ان انا مثلا التكنولوجي اريا اللي البرايوريتي بتاعتها 10 يبقى لازم اتعلمها اول تكنولوجي اريا. طبعا احنا شايفين ان العمليه هي خلاصه من الانبوتس او خلاصه من الكاسكيدد انبوتس ما بين معلومات بيزك بادئينها من فوق خالص من عند الكاستمر، وصلنا لان احنا عرفنا البرايوريتي بتاعت التكنولوجي اريا المفروض نتعلم. بعد كده احنا خلاص عملنا ايدنتيفيكيشن للتكنولوجي ارياز اللي المفروض نتعلمها، بنبتدي نقعد مع بعض ونمسك التكنولوجي ارياز او نليست التكنولوجي ارياز وفقا للبرايوريتيز اللي احنا شفناها في الورك شوب اللي فاتت او في التكنولوجي ورك شوب، ونبتدي نعمل تايملي مانر عفوا لتعلم هذه التكنولوجيز. طبعا مش شرط دايما ان اعلى تكنولوجي في البرايوريتي هي اللي هنتعلمها الاول، لان بيبقى في ساعات قرارات سياديه مثلا ان احنا عندنا بروجكت مثلا هيبتدي كمان 6 شهور، فبنفضل مثلا الحاجه اللي اقل برايوريتي شويه عن الحاجه اللي هي الموست برايوريتي. بس البرايوريتيز اللي طالعه للتكنولوجي ارياز دي هي البرايوريتيز اللي بتبين اهميه هذه التكنولوجي اريا وتاثيرها في البرودكت فيتشرز والدرايفرز اللي الكاستمرز وانترنالي انا محتاجها او عايزها. فهي بتديك هيرستكس معينه او بتديك انسايتس معينه. الانسايتس دي ممكن نتدخل فيها لو في قرارات سياديه موجوده في الاورجانيزيشن، او نجيب تكنولوجي اريا مكان تكنولوجي اريا على اساس ان احنا نبدا في الشارتنج او نعمل الشارتنج او نطلع الشارت الاخير. احنا في الشارتنج بنايدنتيفاي المايلستونز بتاعتنا، وبنبتدي نتشارت كل اللي بنعمله ان احنا نتشارت ان احنا نتعلم انهي تكنولوجي اريا عفوا في انهي فتره زمنيه. الشارتنج ده بيبقى على ليفل على حسب الليفل اوف تكنولوجي ارياز اللي طلعناها. يعني ممكن نعمل شارت لمده سنتين قدام، ماكسيمم ممكن نعمل شارت لمده 3 سنين قدام. ده الصوره العامه للشارت بتبقى عامله ازاي في الاخر. ان انا بيبقى عندي درايفرز فوق خالص، الدرايفرز دي هي اللي بتاثر فيا سواء الماركت او بيزنس. بيبقى عندي تحتيها البرودكت فيتشرز اللي ليها علاقه بكل درايفر، وعلى تايم سكيل، على التايم سكيل بتاع التكنولوجيز انا ببتدي اقول ان انا هتعلم مثلا تكنولوجي رقم 1 في الكوارتر الجاي، تكنولوجي رقم 3 بعديها بالكوارتر، ممكن ابدا 2 تكنولوجيز مع بعض على حسب الريسورسز اللي موجوده عندي. بس انا بالنسبه لي ببتدي اعرف الديبندنسي اللي انا عايز امشي بيه
في ان انا اتعلم التكنولوجيز دي عشان اب تو ديت، ويبقى عندي استراتيجي لتعلم التكنولوجيز الجديده. باختصار شديد احنا كده خلصنا الورك شوبس كلها بتاعت التي ار ام. هنختصر الموضوع او هنتكلم فيه بسرعه تاني، اللي هو هنراب اب الموضوع مع بعض. ان احنا بنبتدي ان احنا نعرف الماركت عايز ايه، بان احنا بنابلاي البرفورم، بنعرف البرفورمانس دايمنشنز، بنعرف الدرايفرز، بنبتدي نحاول ان احنا نبرايورتايز الماركت عايز ايه او احنا انترنالي عايزين ايه، بحيث ان احنا نبقى عندنا نوع من انواع السكاننج، بنعمل نوع من انواع السكاننج للاورجانيزيشن بتاعتنا والانفايرمنت اللي حواليها، علشان نعرف ايه الدرايفرز او ايه الموتيفيشنز للكاستمرز واحنا انترنالي محتاجينها من نفسنا. تمام، بنوصل لبرايورتيز، فبنوصل لاهميه هذه الدرايفرز. البرايورتيز دي بتخش كانبوت للبرودكت ورك شوب، اللي هي بنعمل فيها ايه البرودكت ورك شوب، ان احنا بنايدنتيفاي الفيتشرز بتاعت البرودكت بتاعتي، وابتدي ان انا اشوف تاثير كل فيتشر على كل درايفر جاي لي من ماركت ورك شوب. عرفت التاثير ده، يبقى انا عرفت اهميه الورك شوبس او اهميه البرودكت فيتشرز بالنسبه للماركت. وصلت لان انا بقى عندي البرايورتي بتاعت البرودكت فيتشرز، باخدها كانبوت للتكنولوجي ورك شوب. الانبوتس دي بتخش ان انا بشوف التكنولوجي سوليوشنز اللي هتحقق او هتساعدني في الامبلمنتيشن بتاع البرودكت فيتشرز، وبشوف الامباكت بتاع كل تكنولوجي اريا هتعلمها على كل برودكت فيتشر موجوده. هوصل لارقام في الاخر، برايورتيز، هي دي البرايورتيز بتاعت التكنولوجي ارياز. بعد ما بوصل للبرايورتيز بتاعت التكنولوجي ارياز، بنحاول نحط بعد كده الاستراتيجي الحقيقيه او اللي هي الفاينل تي ار ام، ونقعد نتشارت ايه الحاجات اللي المفروض الاورجانيزيشن تتعلمها within a time frame of سنتين او ثلاث سنين قدام. ده الموضوع كله. الهدف من الـ من الـ من الـ من, من التكنولوجي رود مابينج ان هو يبقى تريت، يعني يبقى صفه للاورجانيزيشن اللي بتشارك، ان هي تقدر تابلايها بعد كده لوحدها بدون احتياج اي اكسترنال افورتس من بره. فبعد كده بيحصل رولينج اوت للبروسيس، انها بتبقى جزء من البروسيس بتاعت الشركه، بتابلايها وتموديفاي فيها as needed. دلوقتي لو في اي حد عنده اسئله او اي حاجه، ده وقت الاسئله، لو حد عايز يبعت سؤال او اي حاجه بالنسبه للتي ار ام. في سؤال، have you implemented this in companies, can you tell us which. ايوه احنا عملنا implementation للموضوع ده حوالي اربع او خمس مرات هنا في مصر ل SMEs بليفلز مختلفة، وكان الفيدباك كويس. الorganizations دي كان اعدادهم، يعني عدد الناس اللي هم شغالين في الorganizations، كانت اكتر من 10 organizations، اكتر من 10 organizations. وكان الفيدباك ان هو كانت حاجه مفيده ليهم كاورجانيزيشن او كحاجه موجوده في مصر او كاس ام اي موجوده في مصر. في سؤال عن الاوتوميشن بتاع تي ار ام بروسيس. هو الاوتوميشن بتاع تي ار ام بروسيس
هيتم عن طريق التول، يعني ال STTS تول اللي احنا عاملينها معموله سبيسيفيكلي للمايند سيت بتاعه المهندسين اللي هم يعني في ناس بتعمل تي ار ام او بتفكر في تي ار ام كحاجه تتعمل بفليب تشارتس وحاجات تتلزق وستيكي نوتس وكده. احنا فضلنا ان احنا نعمل نوع من انواع التولز او حاجه على اكسل شيت اللي هي STS علشان تساعد الناس بانها اوتوميت هذا الموضوع. الاوتوميشن بتاع الناس بتاع البارتيسيبنتس مش هقدر اوتوميت الناس، الناس لازم هيشاركوا في هذه البرزنتيشن او في هذا في التي ار ام اللي طالعه كل مره. لكن الحاجه الجميله في الموضوع ان هم هيبقى عندهم تول تقدر تساعدهم في ان هم الاوتبوت بتاعت كل تي ار ام طلعت وان هم يقدروا يرسموا عليها البلان او يقدروا ان هم يعملوا عليها اي حاجه ليها علاقه بالتي ار ام. هو ده الاوتوميشن اللي احنا بنحاول نعمله، والكونتريبيوشن بتاعنا في الحته دي بيزيد كل شويه وبنحسن في الحاجه اللي احنا بنطلعها. لا هي حضرتك استاذ اشرف او مهندس اشرف بيتكلم بيقول I mean something like project management or ERP or ETC. لا مفيش اي حاجه عملناها ليها علاقه بهذا مفيش اي حاجه ليها علاقه ب ERP systems بنوتوميت بيها. احنا كل الموضوع بيتم internally عندنا او حاجه مننا، لكن مفيش اي اوتوميشن على ليفل ERP او كده. هي المفروض انها ان احنا بنحاول ان احنا انتجريت هذه البروسيس في اي شركه او في اي شركه بتستخدمها تنتجريت ده في البروسيس ستراكشر بتاعها بالطريقه اللي هي ايه تحليليها يعني. اوكي يعني كده كده اعتقد ان مفيش اسئله تاني، فانا بشكركم كلكم على حضور التي ار ام سيشن النهارده او تي ار ام ويبينار، والفيديو will be uploaded within 48 hours maximum ان شاء الله. شكرا ليكم كلكم وبالتوفيق، وان شاء الله نشوفكم قريب. ماشي، مع السلامه.
لا مش فكرة عشان هو قاعد في تنظيف تحتاج